تواصل دولة قطر سياسة عسكرة الأزمة بالتزامن مع تعنتها في حل الأزمة، حيث أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تدريبات عسكرية مشتركة مع جمهورية تركيا يومي الأحد والاثنين بالتزامن مع وصول فرقاطة تركية إلى ميناء حمد البحري جنوب شرقي الدوحة للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في قطر. وشهدت قطر على مدار الشهرين الماضيين 5 تمارين عسكرية مشتركة في إطار سعي الدوحة لعسكرة الأزمة السياسية في خطوة لا تتسق وطبيعة الأزمة.